إنه القرارات اللي تخص أولا البطولة وتخص سير الفرق، يعني كيفاش راح نقابلوا مثلا باش نقابلوا الوضعية هذه، باسكو راهي وضعية الأجور راح تجي في الوقت العادي. الفرق أغلبية الفرق تشكي من الضائقة المالية، إذا كان دوك البطولة حابسة وما على بال الله أعلم وقتاش تعاود ترجع، ما إن شاء الله هذا الوباء ينفعوا لنا ربي في أقرب الأجل إن شاء الله، لكن حتى لهذاك الوقت لازم يلقاو لنا حل فيما يخص هذه الأجور. الحل ما راحش ياخذوه الفرق وحدهم،